ريال مدريد في سن المشاكل اللي بنشوفها او المشاكل اللي موجوده في ارض الملعب والاداءات الفرديه لبعض اللاعبين اللي سيئه جدا ونوعا ما تكتيكيا مش مفهوم قوي، مع ذلك بيحقق الانتصار. ريال مدريد بيفوز على اسبانيول وبيقبل الهديه من كريستيانو برشلونه وبيتصدر عن برشلونه وبيعلى عنه وبيفرق عن برشلونه بنقطتين، يبقى في الصداره ب 71 نقطه، بعده او قبله برشلونه ب 69 نقطه. فريال مدريد بيقرب للليجا، بس في شويه علامات استفهام وشويه مشاكل لازم نتكلم عليهم في حلقه النهارده عن زيدان عشان يقدر يحقق الليجا، وكمان هنتكلم في حاجه ليها علاقه بالتشامبيونز ليج. فبنخش في الحلقه، انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه او اشتراك وفعل الجرس علشان تجيب الحلقات اول باول، ويلا بينا نخش في الحلقه. ريال مدريد بادئ النهارده بالتشكيله اللي بيقول اللي هو انا بادئ بتشكيلتي دي علشان نازل افوز على اسبانيول. بادئ بكورتوا قدامه راموس، فاران على الشمال، مارسيلو على اليمين، كارفاخال، ثلاثي نص الملعب فالفيردي وكاسيميرو وكروز، قدامهم ثلاثي بيلعب باسكو يمين وبيلعب بهازارد شمال وبيلعب بكريم بنزيما. ريال مدريد اول دقيقتين في المباراه اسبانيول راح عليه بهجمتين، وقلنا ايه اللي بيحصل. انا كنت بلعب بفرع الماتش اللي هو اول دقيقتين اسبانيول هو اللي بيتحرك، هو اللي عنده الادرينالين عالي، الحماس عالي، اللعيبه بتضغط، اللعيبه بتستحوذ، اللعيبه عايزه تجيب جول في لقطتين في اول دقيقتين، كانوا يقدروا يهددوا مرمى ريال مدريد، كانوا يقدروا يسجلوا في مرمى ريال مدريد، بس ربنا سطع على ريال مدريد وعدت. ومن بعد الدقيقه 7 لنهايه المباراه تقريبا ريال مدريد هو اللي متحكم في الكوره. الدقيقه 7 كاسيميرو بيلطش واحده من نص الملعب، لوبيس كان خارج من الجول فبيلطش واحده، وبعد الكوره دي ريال مدريد هو اللي استحوذ، هو اللي يضغط، هو اللي يبقى مستحوذ على الكوره، هو اللي بيعلي الريتم، هو اللي بيهدي الريتم، هو اللي بيعمل كل حاجه. بس في مشاكل عند ريال مدريد، والمشكله الاولى وهي مارسيلو. انت يا معلم عندك مندي بيبقى مميز هجوميا ونوعا ما مميز دفاعيا، مش نوعا ما، لا ده مميز جدا دفاعيا ونوعا ما مميز هجوميا، ليه ما بتلعبش بيه على حساب مارسيلو؟ ليه مارسيلو بيفضل موجود؟ واللي احنا بنشوفه شفناه في كاس الكوره ان مارسيلو بيبقى متقدم ولاعب الصيني بيبقى بيلعب في ظهره وراموس هو اللي بيميل عشان يغطي على مارسيلو. الحته دي كنا بنشوفها من سنتين او من سنه مع زيدان برضو لما كان مارسيلو بيلعب اساسي، وبنشوفها المره دي تاني ان راموس بيغطي على مارسيلو، مارسيلو بيزيد وما بيرجعش بسرعه. عندك لاعب على الدكه اسمه مندي بيقدر يعمل الدور الدفاعي كويس وبيقدر يعمل الدور الهجومي كويس، ليه ما بتبداش بيه؟ ممكن يحل لك مشكله الحته الدفاعيه دي، الحته الدفاعيه دي اللي هتتعبك قوي في ماتش سيتي في التشامبيونز ليج. لو ما لعبتش بمندي قدام سيتي هتتعب جدا، لان الناحيه دي اللي هيلعب عليك في الحته بتاعت مارسيلو دي هيلعب عليك لبرناردو سيلفا، هيلعب عليك رياض محرز، وممكن يلعب عليك كمان ستيرلينج. فانت عندك في الحته دي ضربه لو لعبت مارسيلو قدام سيتي في الحته دي. شفناه كذا مره في لاعب صيني على قد نوعا ما قدر يخترق كذا مره في ظهر مارسيلو وخلى راموس يسيب مكانه ويروح يمين على مارسيلو عشان يغطي عليه. دي المشكله الاولى اللي كانت باينه جدا في الشوط الاول. المشكله الثانيه بقى وهي الوينجين اسكو وهازارد. اسكو وهازارد الاثنين دول في ظل مستواهم الحالي صعب جدا ان هم يلعبوا مع بعض. صعب جدا الاثنين يلعبوا في نفس الوقت. لازم مثلا لو بتلعب هازارد الناحيه الثانيه تلعب برودريجو، هتلعب اسكو الناحيه الثانيه تلعب بفينيسيوس جونيور. لازم لاعب رتمه سريع، لاعب يحول لك من هجوم للدفاع بسرعه. لكن كنا بنشوفه سواء في الشوط الاول او في الشوط الثاني ان اسكو او هازارد ما بيحولوش الكوره من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه بسرعه، لا اللعيبه بتهبد. عشان تحول الكوره من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه لازم تمرر تمريره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه عشان تروح عند روتيك جاز اسبانيول، يكون اسبانيول رجع في مركز مكانه عادي جدا. معرفش الهجمه المرتده السريعه اللي بتحصل. شفناها كتير جدا لريال مدريد، اي نعم كان بيهدد مرمى اسبانيول شويه، لكن التهديد ما كانش بيجي من لعيبه الونجات او اللعيبه الهجوميه. مثلا بنزيما كان مرات عديده بيميل او بيخرج من منطقه الجزاء عشان يفتح مساحه للونجات، لكن الونجات ما كانتش بتعمل بالدور ده، او الونجات ما كانتش بتخش جوه منطقه الجزاء عشان تعمل دورها اللي بنزيما بيفضي مساحات ليه. واللي كنا بنشوف ان كاسيميرو هو اللي بيخش منطقه الجزاء، اللاعب نمره 6 اللي بيعمل دور الدفاع هو اللي بيخش جوه منطقه الجزاء، حتى اسكو وهازارد ما بيخشوش جوه منطقه الجزاء، وان دخلوا ما بيفيدوش، ما بيعملوش حاجه اللي هي تفيدك بيها. فانت ايه يا معلم؟ الاثنين مستواهم سيء، هازارد مش عارف هيجي امتى من لندن،
هازارد لحد دلوقتي ما راحش ريال مدريد لحد دلوقتي ما جاش من لندن. مش عارف ده بقى بسبب ان في ضغط عليه اللي هو لازم تبقى كونسيستنت على الجون، لازم تبقى زي رونالدو، لازم تعوض رونالدو، لازم تشيرت النمره 7 تبقى زي رونالدو تكون الاصل. ممكن يبقى عليه ضغط من الحته دي اللي هو مش عارف يعمل زي رونالدو او مش عارف يبقى رونالدو، او الناحيه الثانيه اللي هو مش عارف ينسجم في منظومه زيدان، ودي حاجه ثانيه خالص بقى، دي حاجه ثانيه خالص اللي انت مش عارف تنسجم في منظومه زيدان او زيدان مش عارف يخليه ينسجم في منظومته، دي حاجه ثانيه. لكن لو انت عندك ضغوطات لازم الضغوطات دي تشال من عليه، لازم زيدان يفكر ان هو يشيل من عليه الضغوطات اللي محطوط عليه دي، لازم دي تحصل. في اخر الشوط بنزيما بيعمل لك حل من حلوله، كرة لعب على الطرف خالص ناحيه منطقه الجزاء، بنزيما بيلعب بكعبه، كاسيميرو هو اللي بيخش يحط الجول. انا الجول لما جيت توقعتها هازارد او توقعتها اسكو، لكن مش متوقع ان كاسيميرو هو اللي يحط الجول. اتفاجئت لما شفت كاسيميرو في الاعاده، اتفاجئت بصراحه لما شفت كاسيميرو بيحتفل. بيخرج الشوط الاول 1-0 لريال مدريد. كنت بتكلم على كنت بتكلم واحد صاحبي بين الشوطين، بقول له يا معلم شكلكم هتعملوها ولا ايه؟ قال لي اسكت او اهدى، انا مش عايز احتفل بالماتش الان. قلت له يا معلم الان ازاي؟ انت مسيطر، انت اللي مسيطر وانت اللي بتحكم في ريتم الماتش. اي نعم في شويه اخطاء بس انت اللي بتحكم وانت اللي مسيطر. وخرج الشوط الاول 1-0. قال لي ما هو ده اللي يقلق بقى. قال عارف ليه؟ قال لي اللي يقلق ان هو فريقي لما يبقى مسيطر او يبقى مستحوذ ممكن يتخطف جول في اي لحظه يبوظ الاحتفال او يبوظ الماتش. وده بقى كنا شايفينه الشوط الثاني بقى، ان ريال مدريد 1-0 ومفيش اي فعاليه اللي هو يجيب الجول الثاني. مفيش اي حاجه تبان اللي هو ريال مدريد عايز يجيب الجول الثاني. انت مسيطر، مستحوذ، بتعلي ريتم الماتش، لكن تكتيكيا سيء وكمان اداءات فرديه سيئه. انت مفيش حد في الثلث الهجومي بيلعب اداءات فرديه متكامله غير بنزيما بس. زيدان وقته والتغييرات اللي عملها هي اللي خلت ريال مدريد يكسب الماتش. في الدقيقة 65 سحب اسكو وسحب هازارد، نزل رودريجو ونزل فينيسيوس جونيور. ليه نزل التغييرين دول في الوقت ده بالذات؟ لأن الوقت ده بعد يعني مثلا في الدقيقة 70 أو الدقيقة 75 اسبانيول هيبتدي يخرج من مناطقه، التكتل بتاع اسبانيول اللي كان عامله ده، ونبتدي يفتح شوية، يبتدي يضغط شوية، يبتدي اسبانيول يخرج من مناطقه اللي هو عايز يجيب جول عشان يتعادل. فانت عايز لاعبين اتنين يحولوا لك الكوره من الناحيه الهجوميه، من الناحيه الدفاعيه، من الناحيه الهجوميه بسرعه. فانت نزلت رودريجو ونزلت جونيور عشان يحولوا لك الحته دي. لو اسكو وهازارد الاثنين دول لو فضلوا لحد نهايه الماتش في الملعب، كان ريال مدريد ممكن يتخطف جول في اخر الماتش بسهوله، بسهوله جدا. دخول رودريجو ودخول جونيور كانت صح، تغييرين صح جدا من زيدان. اللي انت عايز تحولات هجوميه سريعه بقى، مش عايز لاعب يقف لي على الكوره ويبص لي يبتدي يرمي لي سرعات، لا انا عايز هجمات مرتده بسرعه 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 يوصلني المرمى اسبانيول ممكن اخطف جون تاني منها. ده شفناه بعد نزول جونيور وبعد نزول رودريجو. جونيور بيتحول بسرعه من هجوم من دفاع للهجوم، رودريجو بيتحول بسرعه من دفاع للهجوم، كان بيفيدوك، بيحاول يساعده بنزيما. تغييرات زيدان هي اللي حولت، اللي خلت ريال مدريد يكسب الماتش. اي نعم اسبانيول غلابه جدا والكوره في رجليه والكوره معاها مش عارفين يستغلوها. حتى فريق 20 على الدوري، فريق بيهبط، باين اللي هو فريق بيهبط، فانت اكيد لما الكوره يبقى معاه مش عارف يستغلها ضد ريال مدريد. زيدان استغل الحته دي، ان حتى اسبانيول لما الكوره تبقى معاه مش عارف يعمل بيها حاجه، وكمان التحولات الهجوميه من الدفاع للهجوم بسرعه هتضربهم، فانت عرفت تضربهم من ناحيتين، من ناحيتين عرفت تضربهم فيها. النهارده زيدان بمعلمه قدر يخرج من ماتش 1-0، بمعلمه قدر يخرج من ملعب اسبانيول الرخم جدا، يقدر بفوز ويقدر يتقدم على برشلونه بنقطتين. هل بقى ريال مدريد ممكن يوقع نقط الماتشات اللي جايه؟ انا اتوقع ان ريال مدريد يوقع نقط الماتشات الجايه بسهوله، لو فضل نفس الاداء اللي بنشوفه من ريال مدريد ده. لو فضل بنفس الاداء ده ريال مدريد دي الماتشات اللي جايه هيوقع نقط بسهوله. انا حاسسها بصراحه اللي هو يوقع بسهوله الماتشات اللي جايه. هل بقى ريال مدريد قادر يفوز بالدوري؟ برضه. يعني هو قادر يوقع نقط؟ قادر يفوز بالدوري؟ دي بقى يعني قادر يفوز بالدوري دي على ايه؟ على برشلونه. اللي انت لو وقعت نقط برشلونه هيوقع نقط. ومش بعيد برشلونه يوقع نقط كمان يومين او بكره ضد اتلتيكو مدريد. مش بعيد جدا يوقع نقط بكره ضد اتلتيكو مدريد. فانت لو برشلونه وقع نقط تاني وريال مدريد كسب وفرق عن برشلونه 5 نقط، بنسبه كبيره ريال مدريد هيقدر يحسم الليجا. بنسبه كبيره يقدر يحسم الليجا. بس في حتتين بقى، هل يحسم الليجا ولا هل اللعيبه تستريح بقى وخلاص ويوقعوا نقط؟ دي حاجه ممكن نتكلم عليها بعد كده في الماتشات اللي جايه. بس في الاول اخد رايي في راينا في مباراه ريال مدريد واسبانيول. قول رايك انت في المباراه في الكومنتس،
وقول لي كمان توقعاتك، هل ريال مدريد هيوقع نقط ولا لا، وهل هيحسم الليجا قريب ولا هنستنى شويه؟ قول لي توقعاتك في الكومنتس، ولو الحلقه عجبتك تخش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشترك وفعل الجرس عشان تيجي الحلقات اول باول، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك ريتويت على تويتر، وكان معاك مصطفى، اشوفك الحلقه الجايه، سلام.